كان الحدث كبير وبطل آسيا برهانات ويطمح ليقدم المطلوب، لو وضعتنا في صورة آخر أخبار الهلال السعودي. نعم، شكرا ماجد، تحية طيبة لك ولكافة متابعي قنوات بين سبورتس. بالأمس وصل الهلال السعودي من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية قطر 2019. صباح هذا اليوم اجتمع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بأعضاء بعثة الهلال من أجل إطلاعهم على آخر التفاصيل والمستجدات، بالإضافة إلى أن قائد الفريق محمد الشلهوب استلم شهادة مشاركة تاريخية بالنسبة للهلال في هذه البطولة. من خلفي الآن مباشرة وأترككم مع هذه الصور الأولية للتدريب الأول بالنسبة للهلال السعودي تحت قيادة رازفان لوتشيسكو، الذي كان قد أجرى حصة تدريبية صباح الأمس هناك في الرياض من أجل الوقوف على جهوزية كامل اللاعبين، خاصة السباعي الذي شارك مؤخرا في بطولة كأس الخليج مع المنتخب السعودي، حيث أنه على إثر هذا التدريب فضل لوتشيسكو استبعاد القائد سلمان الفرج بسبب الإصابة واستبداله بنواف العابد، بالإضافة إلى الوقوف على مدى جاهزية الإيطالي جوفينكو الذي أثبتت كل المؤشرات جهوزيته من أجل المشاركة في هذا اللقاء. حقيقة نظرة هلالية تفاؤلية على المشاركة التاريخية الأولى له في مونديال الأندية بانتظار ماذا سوف يقدم في عقبته الأولى في هذه البطولة. وهنا الحديث بكل تأكيد عن الترجي التونسي بطل القارة الإفريقية. مراسلنا وفاء سقار، شكرا جزيلا لكل هذه التوضيحات.